السلام عليكم، أنا الدكتورة نهى علي حسني، أستاذ مساعد أمراض السمع والأذن في القصر العيني. هنتكلم عن ضعف السمع لدى كبار السن. الفئة العمرية دي اللي بتمثل حوالي 40% من سكان مصر، وزي ما هو السمع مهم للأطفال الصغيرين عشان التطور اللغوي، هو كمان مهم جدا لكبار السن علشان وظائف كتير قوي من ضمنها الإدراك. التجارب تبدأ تحصل من الأذن الخارجية مرورا بالأذن الوسطى والأذن الداخلية وصولا لمراكز السمع في المخ. عادة ما بيكون ضعف السمع في الأذنين وبيكون مصاحب ليه صعوبة في تفسير الكلام، خاصة لو في ضوضاء أو لو في أي أكتر من شخص بيتكلم أو أثناء استعمال التليفون. وفي بعض الأحيان بيؤدي الإحساس بالانعزال وصعوبة في التواصل مع المحيطين وبداية أعراض اكتئاب. بيتم تقييم المريض وأخذ تاريخ الحالة المرضية وعمل مقياس سمع ووصف السماعة الطبية المناسبة، اللي تبقى مفيدة جدا في تحسين التواصل وإن احنا نرجع تاني نسمع بسهولة زي الأول، فبتقل بالتالي أعراض الانعزال والاكتئاب وبتتحسن وظائفنا في جميع نواحي الحياة ومن ضمنها وظيفة الإدراك. شكراً.